الأجواء الشتوية دائما غير، لها نكهة خاصة خصوصا أيام الويكند. أحب أن هالوقت أخصصه لنفسي، أسوي الأشياء اللي تسعدني. أي نوع من أنواع المشروبات العشبية مع قطعة كاكاو تريح الأعصاب؟ بهالوقت أنا أشحن نفسي وأصفي ذهني، وعلشان هالشي أحب أني أقرأ كتاب أو ساعات أني أطالع شي أحبه. جدا مهم ان المكان يكون مريح علشان الواحد يقدر يسترخي ويفكر. ومن أهم عناصر الراحة أن الغرفة تكون نظيفة ومرتبة. الشموع مع معطر المفروشات تعطي راحة واسترخاء للمكان كله.